السلام عليكم وأحييكم في قناتي، وأتمنى إنه اليوم نتعرف على شغلة جديدة. ممكن هي أصلا بين كل حد ومعك وبينك، بس حبيت أوضح شغلة كتير وجدتها عند كتير من النساء، اللي هي مية الزيتون. مية الزيتون اللي بنحطها، طبعا الواحد معروف عن الزيتون في أنواع، في كبير صغير وسط، في زيتون طبعا أخضر، هذا حبته صغيرة مو كبير، هذا حبته صغيرة من شاتورة عادة دائما، أو درعة له طعمة مميزة أنا بحبها. في كمان طبعا زيتون أسود، طبعا أنا ما بفضل نهائي الزيتون الأسود رغم إنه له طعمته، وزي ما كنا نعرف الرجيم بقول لك يعني تقريبا 5 حبات من الزيتون الأخضر تعادل 10 حبات من الزيتون الأسود. يعني الأسود تقيل، أتقل بكتير من الزيتون الأخضر، مالح، ملوحة. وللأسف اكتشفنا بالأخير إنه هاي تعتبر صبغة، هاي صبغة ينكبس في لون أسود للأسف. فمن يوم ما بطلنا نجيبه أو نستعمل الزيتون الأسود، لأنه فخليته أنا بصراحة للبيتزا، للأشياء ضل عندي بس أنا هذا المرتبان الأخير، لأنه للأسف اكتشفنا إنه هو عبارة عن زيتون أخضر نحط عليه لون، نحط عليه لون. وممكن حتى تبحث في الموضوع وتشوفوا صدق كلامي، يعني مش من الشجرة إنها هو أسود، لا للأسف. طبعا مش موضوعنا الزيتون الأصفر الأسود، إحنا أهم إشي عندي أنا هلأ زيتون وفوائده وقديش هو مفيد، حنحكي فيها بعدين. بس أهم إشي أنا بالنسبة لي إيش أستفيد من المي، وإنت دخلت القناة هاي عشان تعرف إيش فايدة هاي المي اللي كنا بس نخلص يمكن من كوبها في الصيف بيطلع عليها زي لون أبيض عفن، إيش حلو المية هاي. تعتبر بالنسبة إلي أنا زي الكنز، زي الذهب. شو فايدتها؟ أنا بصراحة بس أخلص من الزيتون أو إشي ما بكبها، بالعكس بحطها في أزايز زي هيك وبحتفظ فيها بالتلاجة. أنا طبعا حطها في إزازة كولا، بس طبعا بنظفها أول، بلاستيك هي، ممكن بإزاز حسب المتوفر عنا، خصوصا إنه هلأ بدهم يشيلوا كل إشي اسمه بلاستيك. المهم إني بحتفظ فيها بإزازة وبحطها في التلاجة. طبعا حتقولي شو بدك فيها، طبعا هذه المي بس مي، هاي المي ممكن حتى للبداية جيبي قطعة خبزة وغمسي فيها ودوقيها لحالها، شو لما أطيبها. شغلة تانية، باخذ منها 2 معالق زي هاي، زي هيك 2 معالق وبحطها على السلطة لما أكون مسوية سلطة مندورة وخيار وخس، واللي هي السلطة المتنوعة بحط عليها 2 أو 3. حامضة هي، ملوح ملح وفيها خل، 3 في 1. والأهم من هذا كله فوائد الزيتون بتكون منقوع فيها. والإشي الأساسي اللي بستخدمه فيها هو تنظيف الدجاج كمان، يعني بدل ما أحط بس خل بحط يمكن يعني 90% خل، لا بحط يمكن نص، وبتبل فيها الدجاج، يعني بنظف الدجاج فيها لأنه فيها ملح، فيها خل، فيها ملوحة، حموضة، نظف فيها الدجاج وبعدين بتبل فيها الدجاج مع البهارات. يعني بحط على المي بحط على المي شو اسمه البهارات اللي بدي اياها، وبحط معها بعدين الدجاج وبنقعها ليوم كامل، تشوف ما احلى الطعم. او المشاوي كمان لما اجي اتبلها بحط عليها مية هاي. طبعا في مشكلة واجهت كتير من النساء انه هاي المي مع الايام مع الوقت بتصير عليها زي طبقة عفن بيضة،
فإيش الحل؟ الحل أبسط ما فيها. طبعا أول إشي بتشيلوه العفن، بتحاولوا إنكم تشيلوه بمعلقة، بتشال بتنظف من معلقة، وبعدين بتجيب زيت مازولا، زيت أي زيت عندك، أرخص زيت موجود، بس أنا طبعا ممكن أفضل زيت مازولا، أنا هيك ولا هيك بالتنظيف، أو إنه له طعمته كمان معها بعد هيك، أو زيت زيتون. وبحط، خلينا نحطها مع بعض كمان هون، هاي لحظة، كطبقة خفيفة بس، طبقة خفيفة. الفكرة وما فيها، طبعا أول إشي بنصح دايما لما أجي أستخدم، طبعا المعروف يعني معلقة نظيفة إنها تدخل تاخد الزيتون اللي بدي إياه، لكن مع الأيام والحر بصير في عليه زي لون أبيض، هذا بشيله أول إشي، وبحط زي ما قلت لكم زيت طبقة خفيفة يعني قد نص سنتي، تغطي المي. طبعا مع الوقت بنزل هذا لتحت، بصير احط مي الطبقة اكبر واكبر، بحيث انه اهم اشي الفكرة انه يصير الزيت عازل عن الغلاف الجوي. وبتحدى اي حد اذا بتتعفن بعد هيك، اذا بتستخدم الطريقة هاي انه معلقة نظيفة ويكون طبقة زيت، مستحيل يعفن، الزيت معروف انه لحفظ الاشياء، بدك تحفظي اشي. كانوا زمان زمان بدهم يحفظوا اللحمة يحطوها في سمنة. انا مرة واحدة عجوز كبيرة في السن عراقية جزاها الله خير، كانت تحكي لي قصص حياتهم، عشان يحفظوا اللحمة انها تخرب ما كان عندهم ثلاجات، كانوا يحطوها في زيت او في سمنة، ينقعوها جواها وضلها اشهر. وهاي هي احدى الافكار، انك تحطي طبقة زيت خفيفة يكفي قد نص سنتي، المهم تغطي. الفكرة انه لانه هلا مثلا لما اصير استعمل مع الوقت حينزل لهون، يعني المساحة حتكبر، هون انا حطيت يمكن نص سنتي او ثلاث اربع معالق نقول زيت، تحت لما توصل لهون الثلاث معالق زيت ما حتكفي، معناها لازم ازود كمان ثلاثة او اربعة عشان تغطي وتعمل طبقة عازلة بين المي والمخلل، او سوري بين الزيتون واللي برا. طبعا هاي الطريقة كمان منيحة مع المخلل، مع اي اشي حابة تحفظي المي من انها تعفن او تخرب او تسوي، يعني كل انواع المخللات الاشي. وبعدين ما بحتغير الطعم لانه هي بتضلها برا فوق كعازل بس، ما حتوصل للطعم من جوا. بعدين هذا زيت مش رح يخرب، يعني شو بسموها، اشي نباتي مفيد منيح، يعني مش رح يضر بالعكس. وطبعا احنا عارفين شو فايدة الزيت زيتون، يعني مية المخلل، مية الزيتون، زيت زيتون، الاشياء هذي انا ما بكبها، هدول بحتفظ فيهم لانه اشي مفيد رهيب، له حموضته. بعرف ناس جد نزلت وزنها حتى بس على المية تبعتهم. ايش السر جواها؟ الله اعلم. طبعا مهما نحكي عن فوائد الزيتون، وبالذات طبعا هي ثمرة مغذية غنية بالمعادن زي الكالسيوم، صوديوم، بوتاسيوم، مغنيسيوم، حديد، فسفور، كبريت، نحاس، يود، تخيلوا كل هاي، وفيها فيتامينات، احماض امينية، فيتامين بي، الف، ألف للبشرة، كمان هي مفيدة كمان لحماية القلب. يعني لو نشوف قديش هي فيها فوائد ما بتتخيله، الحفاظ على صحة القلب والشرايين، تقليل الكوليسترول السيء ورفع مستوى الكوليسترول الجيد، غير إنها بتحمي القلب من الجلطات والسكتات القلبية، بتقوي المناعة، وإحنا محتاجين حاليا تقوية المناعة ضد فيروس كورونا كمان وأي مرض أو إنفلونزا أو رشح. كمان يعني طبعا زيت الزيتون غني عن التعريف، مهما يكون يوضح كمان مستوى الذاكرة. في أحسن تقرير كمان عن الزهايمر، أعتقد يمكن دكتور تحسين قدسي دويك حكاها، انه في احدى
المؤتمرات العالمية اكتشفوا لما يجي يحللوا في القرآن ايش معنى التين والزيتون، شو العلاقة بين التين والزيتون. اكتشف انه لو اكلت 7 حبات او 6 حبات، والله هو مش متأكدة، يا 6 يا 7 حبات زيتون وتينة واحدة، تينة واحدة تمنع عنك الزهايمر. وكمان بقول مش لازم تأكلهم كلهم مرة واحدة، يعني في اليوم الواحد إن أكلت 6 حبات زيتون أخضر ومعهم حبة من التين تمنع عنك الزهايمر تماما. معقول؟ معقول، لأنهم كانوا يستغربوا عدد، اشمعنى ربنا حكى والتين والزيتون، وقدروا يعرفوا عدد الزيتونات من التحاليل، والتينة هاي الوحدة تاكلهم سوا مع بعض، أو مثلا حابب إنك بعد ما تخلص من الفطور تاكل. طبعا هو يفضل دائما الصبح، زي 7 حبات تمر تمنع عنك أي سحر أو مشاكل. كمان بتعرفوا انه في كمان دراسة بالنسبة للزهايمر، هلا على كلمة الزهايمر، انه الذهب ليش هو ممنوع عن الرجال؟ ايش السبب انه ممنوع عن الرجال؟ لانه هو طلع الذهب هو اللي بيسوي فقدان الذاكرة واحدى اسباب الزهايمر. لتقوية الذاكرة وتقوية المخ يفضل دائما كمان حتى أكل الزيتون. يكفي إنه يعني سمى صورة كاملة باسمه، صح ولا لا؟ التين والزيتون، سوري آية. طيب كمان بمنع، يعني كمان إشي حلو، فقدان الوزن والسيطرة على الشهية، لأنه بيحتوي الزيتون على كمية منخفضة من السعرات الحرارية، مصدر جيد للدهون الصحية، وهذا بيقلل الجوع وبساعد على الشبع، وبالتالي بيساعد على نظامك الغذائي. كمان علاج فقر الدم، يعني كمان في حديد يعني بيساعد، هو الواحد مش يعني إنه الواحد لما يلاقي شغلة منيحة إنه ينزل فيها أكل، كمان زيادتها إنه مضرة، يعني إنك تاكل 6 حبات مكترت 10 هذا اشي طبيعي، اما اني مش رح اكل مثلا اللجن كله واقول اوه هلا حبطع حالي، في املاح طبعا. كمان بيعالج الشيخوخة البشرة، احنا قلنا لسه هلا في فيتامين A كان و E، هذا بيساعد على صحة البشرة والشعر والشيخوخة، حروق الشمس، دعم للجهاز الهضمي لانه في الياف غذائية لصحة الامعاء، تقليل اي التهابات سواء كانت صدفية، روماتيزم، أي إشي زي هيك. يعني مهما نحكي قديش فوائده، زي ما أنا قلت إنه طبعا منه هذا بنكبسه وبنطحنه فبطلعوا منه الزيت تبعته، عشان هيك بكون غالي وبستاهل، وهو أصلا أحسن زيت يستخدم في الطبخ حتى. يعني مهما نحكي عن الزيتون، وبالذات طبعا في زيتون بكون انواع كمان محشي، انا جربته، جربت جميع الانواع، هو صح سهل في الاكل، سهل للاطفال، بس ما في الطعمه اللي تحسي انها مفيده. اول اشي نص الزيتونه رايحه وحاطين محلها بابريكا اللي هو الفلفل الفليفله، وطعمها يختلف، يعني هي زي ما بقولوا هي اذواق الناس، لكن مهما اختلفت الانواع هو كله نوع واحد زيتون أخضر. فأنا بفضل الواحد يجيب الزيتون الأخضر ويستانس فيه، حتى لو إنه فيها نوايا، ممكن الواحد في أجهزة لتفصيل النواي، زي أنا ما عندي، عندي تبعت شو اسمه الكرز، يعني أنا بصراحة لقيت أجمل إشي اللي هو من شركة درعة أو شاتورة، إلا الزيتون طعم، طعم بلادنا من شجرة الزيتون، وهو زي ما حكيت لكم مفيد جدا، يعني
صرنا متعودين أكلة أو وجبة أو زي ما بيقولوا فطور بدون زيتون لا يعتبر فطور بصراحة، هو عروس المائدة أنا بلاقيه من ناحيتي، وله طعمته في كل وقت. أشكركم على الاستماع وعلى صبركم معي، ويسعدني طبعا انضمامكم معي ودعمكم لي، وأتمنى يعني إنه يعجبكم المقالة، وإذا في عندكم أي استفسارات أي أسئلة تانية وأي أفكار أنا هحاول أني ألاقيها وأسويها. زي حكاية المي اللي مية الزيتون نفسها مفيدة ما تنكب، وكيف حل علاج العفن اللي بيطلع عليها. للأسف كتير من النساء اللي شفتهم بكبوها المي بس تخلص الزيتون خلص ما بدنا اياه، شو بدنا فيه، او انه شو بسموها لما يطلع العفن بتركوه، فممكن يدخل العفن جوا الاكل، فالافضل الواحد يلحقوه بالذات في فترة الصيف تطلع هاي الشغلة. فهاي مشكلة للأسف كتير واجهت كتير من صاحباتي وكتير من الناس اللي بعرفهم واللي بزورهم، وكنت أتضايق إني أشوف جد بتضايق لما الاقي العفن هذا على لانه حرام الزيتون او المخلل انه ينضر بهاي الطريقه، وممكن تحافظي عليه سنين كمان. يعني اذا انت مش من النوع اللي بياكل مخلل يعني زيتون او مخلل كتير، هيك بتحافظي عليه كتير، يعني ممكن يقعد معك سنه سنتين بغض النظر عن موعد انتهائه، بيطول وما بخرب. وإذا كنت خايفة يعني إنه كمان إنه ممكن تحطي هذه الطريقة وتحطيه بالثلاجة، أنا هيك سويت مع المخلل لأنه أنا مش من النوع المدمن مخلل، وأنا الوحيدة اللي باكل، فحبيت إنه أحافظ عليه، فحطيت عليه زي ما هيك قطعة زيت وحطيته بالثلاجة. فكون كل ما يكون أشتهيه أطول منه وأرجعه مرة تانية بالثلاجة، فضليت محافظة عليه يمكن سنين بغض النظر عن ايش موعد انتهائه، ما بخرب لانك يعني انت حافظت عليه وفي برودة كمان. اتمنى اني وصلت لكم المعلومة، اتمنى انها تكون يعني عجبتكم، واهلا وسهلا فيكم ويسعدني انضمامكم.